الخبر اللي عادنا عن قمر مار ونور مار والتناقض اللي لاحظوه المتابعين بالكلام اللي قالوه بالبثوث المباشر اللي فتحوها اثنيناتهم بالانستغرام. فوش بالنسبه لنور مار، ركزوا زين بكلامه. هي قناته موجوده، هي مبطوله قناته موجوده عندنا، بتاخذ هذا الشيء، اما بدك قناتك يا عمر اذا كنت عم تشوف فينا، اما بدك قناتك تشتغل من عيوننا. ايش صادم يا حباب الموضوع انه بث قمر مار، شوفوا شنو قالت بالضبط. هذه من قناماتي زين، نقول هذه من قناتي. اول شيء هسه قدام الكل راح احكي قناتي عندي، قناتي عندي. بالاغلب لاحظ انه نور مار قاعد يقول انه قناة قمر عندي، وش وقت ما دريت هي تاخذها من عيني وهي تقول العكس. طبعا صراحة شوي الموضوع يسبب تساؤلات، ولكن اللي قاعد يقولون هذا كلام هو فانزات يارا، ممكن هم خربطوا بالحكي او النور نطق القمر قناتها يعني. ننتقل حاليا لنور مار، ووصل حسابه بالتيك توك ل 13 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك، اقبال 20 مليون يا رب. وطبعا لا تنسوني يا حبايبي تشاركوا لي بالكومنتات على هذا الانجاز. بالاضافه هو نزل شوية ستوريات يقول بها انه ما راح ينزل مقطع باكر بسبب الابلاغات لها على قناته، نوعا ما قاعد تأذي قناته، ولكن يوم الخميس راح ينزل مقطع وينير مين ما راح احطكم الستوريات تشوفوها. الخير حابب اقول لكم شغله وشغله، شغله ما حلوه وشغله حلوه. نبلش شغله ما حلوه، انه بكره ما راح انزل فيديو لما تخف الابلاغات على القناه، لانه الفيديوهات عم تعذب عليها كثير وما عم بوصلوا اشعارات وما عم بطلع مقترحات. والشغله الحلوه انه راح انزل لكم فيديو على قناتي الثانيه يوم الخميس، خليكم جاهزين. ومشان اعوضكم بكره انه ما راح انزل فيديو، ان شاء الله بكره احاول افتح لكم بس على الانستغرام ونحكي وندردش وهيك. بدي اياكم تسامحوني بس يا جماعه انه حسوا فينا عم بيجي كثير بلاغات وحركات هيك، فبدي بس تهدى القناه شوي لحتى ارجع اتفاعل عليها مثل اول واكثر. وان شاء الله بجهز لكم لشغلات كثير قويه يا جماعه، راح تكون اقوى من الشغلات اللي راحت بكثير. وعم بجهز لكم فيديو اللي وعدتكم فيه انه اختار زوجتي ومستقبلي مع امي، ف شيء رهيب راح يجي شغلات. وعم بجهز لكم شغله مفاجاه اكبر من المفاجاه دي. شو احكي لكم؟ شو معي اليوم؟ معي هون الهي الهي حرام تسلمي باليسار، انا مديت ايدي ابشر عليكي. وبالاضافه انه هو طلع بث مباشر ويا قمر مار بالانستغرام اثنيناتهم صراحه بس كان كلش حلو، وهذا يأكد انه ما بيناتهم اي مشاكل. بالنسبه لقمر مار يا حبايبي، فيه نزلت على حسابها بالانستغرام شو ستوريات، وبهذه الستوريات كان وياهم مرتضى اركان ومسوين طلعه من جديد. وهو المتابعين قاعد يسالون شو سبب الغريب العلاقه الصايره ما بين مرتضى اركان وبين قمر مار، هل هي علاقه شغل او نوعا ما قاعد تصير علاقه صداقه؟ ما ادري صراحه، اكتبوا لنا بالكومنتات شوفوا الستوريات. المتابعين يبي يصور قمر قد ما بي راح اشبعكم من هاي. طبعا دقدناك كنا هسه ما جاي نقدر نصور، باعوا نسويها معركه ما شوي هنا اجواء كل هلا وشوكم هذين الفلتر ماتي والله العظيم انا ما ادري ليش سوالف يعني لا كلش اول. وبصراحه بابنا صارت المقطع، ما ادري مقطع شويه ما بيكلش اخبار، بس ان شاء الله مقطع باكر راح يكون به هواي اخبار. اتمنى تدعمون المقطع يا احباب بالزر اللايك، تفجرون المقطع باللايكات، وبس كانكم فيز زي ما قالت ملك القصص، ومع السلامه.